الشر والمعاناة في الفلسفة اليهودية، Evil and Suffering in Jewish Philosophy. معضلة الشر والمعاناة بتحتل موقع مركزي في التقاليد والأفكار اليهودية، نظرا لأصول فكرة الاختيار الإلهي للجماعة اليهودية ولاحقا للتطور التاريخي للعقلية اليهودية عبر العصور. اليهود شعب الله المختار، ومع ذلك عبر العصور مروا بصور من المعاناة غير عادية، من الممكن وضعها ضمن قائمة أبشع صور المعاناة عبر التاريخ. الأمر الظاهر بوضوح من خلال سفر أيوب في التوراة. قد تكون الإجابة على إشكالية الشر والمعاناة إنها إرادة الله، لكن كتير من اللاهوتيين والفلاسفة اليهود كانوا غير راضين بالحل ده. الفيلسوف وحاخام العصور الوسطى المصري سعيد بن يوسف الفيومي سعد ياجعون، اللي بيعد أول شخصية فكرية يهودية تكتب باستفاضة باللغة العربية، وبيعد مؤسس التراث الفقهي الفكري للعقيدة اليهودية باللغة العربية جدايو أرابيك ليترشر، واللي ظهر تأثره واضح جدا بعلوم الكلام وفرق الاعتزال الإسلامية في تأسيسه لمدرسة الكلام اليهودية جوش كلام الفلسفية، ودراساته العميقة لدلالات اللغة العبرية هيبرو لينغويستكس وعلوم الشريعة والقانون اليهودي الهالخة في عمله المهم كتاب الأمانات والاعتقادات The Book of Beliefs and Opinions، اللي تم كتابته سنة 993 ميلادية. طرح أول محاولة يهودية فلسفية نمطية لدراسة إشكالية الشر. في سيره على نمط مفكري طيار المعتزلة الإسلامي، الفيومي بيقدم بوضوح فكرة إن كامل الحكمة الله لا يمكن أن يصدر عنه شر، لكنه بيخلق الكائنات كاملة الحرية اللي في قدرتها صناعة كل من الخير والشر. لو الفرد استخدم منحة الله في الأكل والشرب باعتدال، إذن قام بعمل خير، أما لو أصرف في الأكل وأضر ببدنه فقام بعمل شر. مصدر الشر كامن في قرارات العميل الأخلاقي اللي خلقه الله، الصورة الواضح تأثرها بقوة بأفكار أفلاطون والمعتزلة وطيار المعتزلة الإسلامي عن مصدر الشر. وعلى نفس نهج المتكلمين الأوائل ومن قبلهم الأفلاطونيين، الفيومي بيستبعد فكرة إن الله يكون مصدر الشر، لأن لو الله مصدر الشر لاجتمع فيه المتناقضين وأصبح كائن مركب كباقي الموجودات، تعددت في وجوده الأصول المتناقضة، وده أبعد ما يكون عن جوهر الله واحد الأصل الكيان والوجود، لأن التعدد والتجزؤ والتكوين بيفسد وحدة وبساطة جوهر الموجود الأعلى. في الحقيقة الفكرة اللي طرحها سعيد الفيومي كانت عميقة الأثر والامتداد في الفلسفة والعقيدة اللاهوتية من بعده، واعتنقها وأكد عليها كتير من التابعين له من أمثال الفيلسوف والمفكر اليهودي القرطبي إبراهيم بن داود أبراهام ابن داود وغيره. لكن بالرغم من أن طرح الفيومي وابن داود كان جذاب وواسع الانتشار في عصورهم والعصور التابعة ليهم، إلا أنه كان في مشكلة عقائدية يهودية لابد من تقديم حل ليها في إطار فكرة أصل الشر اللي أسس ليها الفيومي علشان يستطيع العقل اليهودي قبول الأطروحة، وهي مشكلة سفر أيوب اللي زي ما شفنا ما كانش عبد مخطئ أو عاصي، وكان عميل أخلاقي خير استخدم إرادته الحرة في القيام بالأفعال الرشيدة طوال الوقت طبقا لنص القصة، ومع ذلك وقع تحت وطأة المعاناة والشر. الفيومي جادل إن سفر أيوب على العكس مما يعتقد البعض بيعطي تعاليم إيجابية عن الله وفكرة الشر بشكل عام، وحاول تجنب التحليل السطحي لسبب الشر على غرار الطرح اللي قدمه أصدقاء أيوب في القصة، وجادل إن صحيح إن الله قد يوقع المعاناة على الخطائين لتحقيق العدالة في خلقه، إلا إن مش معنى كده إن دي صورة المعاناة الوحيدة اللي من الممكن أن تظهر في خلق الله، لأن من الجائز إن الله يوقع المعاناة على عباده الصالحين زي أيوب. وهنا بيستدعي الفيومي فكرة الاختبار الإلهي الواضحة بقوة في كتابات المعتزلة الأوائل، ويفسر بيها إن الله بيختبر عباده الصالحين عن طريق المعاناة والشر الواقع عليهم، الفكرة اللي ما كانتش بعيدة عن العقل الجمعي اليهودي مثلا في قصة إبراهيم وأمر الله بالتضحية بابن إسحاق طبقا للعقيدة اليهودية، محنة اختبار لكل من إبراهيم وإسحاق عباد الله الصالحين من خلال معاناة وشر كبير مدفوع بصورة مباشرة من الله نفسه من خلال أمر الذبح السماوي. وبيستمر الفيومي في وضع فكرة المعاناة الواقعة على عباد الله الصالحين بتفسير إن طالما قبلنا فكرة الاختبار الإلهي لابد إننا نقبل فكرة عشوائية ومفاجأة الاختبار ده، بل والأبعد من كده عنف وقوة الاختبار في بعض الأحيان.
الفيومي اللي عاش وكتب ما بين القرن التاسع والعاشر الميلادي تأثر بشكل واضح بعلم الكلام وفرقه الإسلامية، وعلى رأسها طيار المعتزلة اللي رفعوا فكرة العدالة الإلهية فوق كل شيء حتى الشر والمعاناة، ورفضوا فكرة إن الله قد يوقع عذاب غير مستحق على أي كائن حتى الحيوانات نفسها. الفكرة اللي زي ما هنشوف ظهرت في كتابات أحد أبرز أعلام الطيار المعتزلي الجاحظ في كتابه الخالد الحيوان، واستفدته في البحث عن فكرة العدالة الإلهية في مقابل الشرور والمعاناة الواقعة على أنفس ووجود الحيوانات في الأرض. وإن كان كل عذاب واقع على نفس بريئة في الدنيا، لابد من عوض له في نفس الحياة أو في الآخرة لإثبات وتحقيق العدل الإلهي اللي هو جوهر الله والوجود.